انصرني وطن البريد يا هلا من عجله حررت هجن العجو يا عمرك انصرني أجاب على ميهنا المتخاز الموزنا القاصد بكرونا يا الله تنصرني بنا أكلو بسنونا يا الله تنصرني وطني البريد وجاهدت من عجله حررتنا هجر إجو يا الله تنصرني الله أكبر عززنا للقوة دافعنا بقوة عززنا للقوة ودافعنا بقوة صدينا الخيال يا الله تنصرني البر والجوة يا الله تنصرني وطن البريد وجاهدت من عجيو حررت هجن عجيو يا الله تنصرني الله أكبر الجبانة ميهونا والمتخاز الموزونا جبعنا من ليهونا المتخاز الموزونا القاصد بترونا يا الله تنصرني بنا أكلو بسنونا يا الله تنصرني وطن البريد يا هدى من عجيو حررتنا هجن عجيو يا الله بلد البريد يا هدى من عجيو حررتنا هجن عجيو يا الله تنصرني وطن البريد يا هدى من عجيو حررتنا هجن عجيو بلد البريد جاهدت من عجي حررت هجيجو يا الله تنصرني الله أكبر. نستأذنك أخي الرئيس وأهلنا الكرام أن نقدم لرئيس الجمهورية نموذج لهذا الخير الذي تدفع إلينا نقدمها أخي الرئيس ونعلم من هذا المكان أن سفيان المحطة القادمة للبترول بإذن الله رب العالمين فهلا تكرمت أخي الرئيس مخاطبا أهلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوا على رسول الله وده يوم من أيام الحمد نحمد الله سبحانه وتعالى نحمد أولا نحن على نعمة الإسلام وأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس ودي نعمة كبيرة يا جماعة ونحمد تاني على الإنجاز اللي تم اليوم وأحمد أن جمعنا بكم الليلة هنا سعيد لأنه أنا جاي وابتديت أتذكر أيام زمان أتذكر والزمن ذاك أنا شاب زي الأولاد اللي واقفين قدامي ديل هنا أقول لكم 200 قبل 45 سنة 45 سنة أنا كنت في المنطقة دي وكنت قايد المنطقة دي والمزول منها عشان كده الليلة بجي وعندي ذكريات وعلاقات ومحبة مع أهل هذه المنطقة الوضع الآن مختلف والحمد لله جينا عشان نشارككم الفرحة في افتتاح هذا الحقل واللي حيكون إضافة إن شاء الله للدخل القومي
ولأهل المنطقة، لأنه فتح لأهل السودان وفتح لأهل المنطقة، وخيره حيعم السودان وحيعم المنطقة إن شاء الله. في اليوم ده نحيي كل مواطني المنطقة ديل اللي قعدوا وحرسوا التراب ده ودافعوا عنه وحموه. التحية للقوات المسلحة، التحية للشرطة، التحية للأمن، التحية للدفاع الشعبي والمجاهدين، والتحية للشركات، ونخص للشركات الصينية، أخواننا في الصين الشعبية اللي أكدوا أنهم هم حقيقة أصدقاء وأشقاء حقيقيين، وجوقفوا معانا في اللحظات الصعبة وكانوا شركاء وخير الشركاء. ما جونا بشروط سياسية ولا جونا عشان ينهبوا خيراتنا، لا، جوا عشان يشتغلوا معانا عشان يستفيدوا ونستفيد، وهم استفادوا ونحن استفدنا والحمد لله. وبنقول للناس أعداء السودان وبيفتكروا أن السودان لما فقد بترول الجنوب البلد دي حتروح، نقول لهم يا جماعة الأرزاق لا عند أمريكا، ولا الأرزاق عند إسرائيل، ولا الإسراق عند أوروبا، الأرزاق عند الله سبحانه وتعالى. إذا عندهم دولار وإذا عندهم يورو، ربنا سبحانه وتعالى عنده خزائن السماء والأرض. ربنا سبحانه وتعالى جعل الرزق في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. عشان كده نحن متوكلين على الله ومنتكلين على الله، وما بنشحد إلا من الله، وما بنطلب إلا من الله، وما بنركع إلا لله، وما بنسجد إلا لله. وما في زول وما في زول ودمرل ما لعيننا والله. عشان كده راسنا فوق ونحن العزاز ونحن أهل الكرم ونحن أهل الصفات الحميدة كلها، نحن أهل السودان. والواحد ما يقول سوداني الكلام كمل. ونحمد الله سبحانه جعلنا مسلمين وجعلنا سودانيين، ونحن الحمد لله أمورنا ماشية وتنميتنا ماشية والحمد لله. هسه زي ما قال الأسبوع الفات افتتحوا حقل بترول، والليلة بنفتتح حقل جديد، وبعد مدة حنجيكم في سفيان هناك إن شاء الله. ويوم واحد حنفتح تحلية الرصيرس، وبعدها سيتيت ونهر عبرة، وبعدها ترعة الرهد ومشروع نهر عبرة، وكل ما يقولوا يقفل علينا الله بيفتح أبواب جديدة، وكل ما يحاولوا يحاصرونا ربنا بيفتح لنا دروب وطرق جديدة. لازم نتمسك بالله قوي ونجعل علاقتنا كلها إن شاء الله لله سبحانه وتعالى، وأمرنا كله لله سبحانه وتعالى. وصيتنا لكم أمسكوا في الله قوي، وحدوا صفوفكم، أبعدوا من المشاكل، أبعدوا من الصراعات، لأنه أي صراع بيناتنا ده بيخدم أعدانا وبيزيد أعدانا قوة. إحنا عايزين لكم تكونوا موحدين، بنقعد مع بعض أي مشكلة نقعد تحت شجر بنحلها إن شاء الله.
ندعو التيتر أكوبا نصفي كل مشاكلنا، نصلي على علاقاتنا مع بعض، نجمع صفنا، نشتغل بس تنمية إن شاء الله، وخدمات تعليم وصحة وطرق وزراعة وكل الخيرات اللي عندنا إن شاء الله. التحية لكم وشكرا لكل من شارك في هذا الإنجاز، وشكرا لكم أهل المنطقة والعاملين في الشركات واللي نفذوا العمل ده كله، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. نعمل ليل نهار ما في زور ركض، ليل نهار ما في زور ركض، نصدر البترول لكل البلد. نحن يا فجاز عزمنا العقد على كل ما يصلح البلد يا زور. الله أكبر. أبشر ناسك يا أبو جاز عزمنا العقد على كل ما يصلح البلد يا ناس. الله أكبر. محارفين البشير ما بنرجع ورا، نحن اخوان نسيب باقي نظرا، نذر ما نعمتك احي وخيبرا. الله اكبر. في مدرماني عمداك احي وخيبرا، يا عدو نحسن لك تتراجع ورا. نحن يا فجاز عزمنا نعقد على كل ما يصلح، انهب الحماس كل ما برد، انهب الحماس كل ما برد، ابذل الجهود والزم الجلد. نعمل ليل نهار ما في زور ركض، ليل نهار ما في زور ركض، ناسك يا عمر باقي الى السند. نحن مع ابو جاز عزمنا نعقد على كل ما يصلح البلد. الله اكبر. الله اكبر. نحن مع البشير عزمنا نعقد على كل ما يصلح البلد، مع البشير عزمنا نعقد على كل ما يصلح البلد. محارفين الرئيس ما بنرجع ورا، نحن اخوان نسيبه باقي نظرا، درباني عمداك احي وخيبرا. الله اكبر. محارفين الرئيس ما بنرجع ورا، نحن اخوان نسيبه باقي نظرا، درباني عمداك احي وخيبرا، يا عدو نحسن لك تتراجع ورا. نحن يا عمر عزمنا نعقد على كل ما يصلح البلد، نحن مع البشير عزمنا نعقد على كل ما. الله اكبر. أغلو سفيان تابع لمربع ستة، والذي بشر به السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير النفط، هو يبعد 60 كيلو غرب مربع ستة، وفيه استكشاف ويمكن أن يدخل مرحلة الإنتاج في المستقبل القريب. هذا هو ختام حفل افتتاح حقل حديدة النفطي.